السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هاد الراندا هادي ديال الوريضة، شكل جديد. نتمنى أن هاد الراندا تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح هنا الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش أخواتي، إلا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب، ولما مشاركش معنا في القناة شارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. نبداو بسم الله. بالنسبة للحرير راه مبروم على ثلاثة الشعرات. البرة غنخدم بالبرة النمرة 5، نخليو القياس هنا في الفتحه ديال العمق ونبداو نثبتو الحرير هنا في الثوب. نهزو هاد العوينه ديال الحرير، نعاودو نشدو هنا في الثوب باش كتكون لينا هاد العوينه، وكنراجعو فيها صافي. ونبقاو نديرو بناء الغراز حتى نحدو القياس اللي حنا بغينا. هنا غنديرو هاد الراندة فيها غير 5 الغراز. كنبقاو نحسبوا هاد العوينات اللي في الجهه اللي غنخدموا منها. صافي دابا ولاو عندنا 5، 1 2 3 4 5. نجي للثوب الفوقاني الجهه اللي مقابله معها، خاصنا نخليو نفس القياس هنا في الفتحه. نشد هنا في الثوب، نرجع لهاد العوينه ونجيبها حتى هي لهنا لعند الثوب. صافي نرجع مع هاد السطر، هنشد هنا في الثوب وغنبقى نرجع في هاد العوينات حتى نخدم واحد القياس مسرح، عاد نبداو ان شاء الله الزواقه. غنبقاو نخدمو اخواتي في الراندة مسرحه حتى نخدمو على شكل مربع. هنا غير مع عندنا هاد البديه ديال بناء الغراز ما نحسبوش عليها، غنخدم من هنا حتى يوليو عندي 5 العوينات. 1 2 3 4 5، هنا عندي 5، 1 2 3 4 5. المهم انا خدمت هاد الشكل على شكل مربع. هنا راه زيد هاد شويه حقاش هنا بناء الغراز، حتى من بعد غنوريكم القياس بالضبط شحال ديرو. انا درت هاد القياس هذا وغندير ان شاء الله هاد الشكل باش الا بغينا نزوقوه بشي لون اخر نزوقوه، وانتم الا بغات تخالفوا ديروه هنا في بلاصه هاد المسرح شي حاجه اخرى ديروها. المهم ها انتم ملي كنخدموا القياس ديال المسرح، دابا غنبداو هاديك الشكل ديال الوريضه بغينا نديرو فيه 6 العوينات. وبالنسبه للاخوات اللي مبتدئات ما غيعرفوش القياس فين يجي ويشدو هنا 6 العوينات، انا غنوري لكم الطريقه، راه ساهله وبسيطه. بحال دابا هنا عندنا 5 العوينات وحنا بغينا 6، غنشد هاد الثوب. قبل ما نجي نشد هنا نقلب هاد الثوب هنا، ها قياس 5، ونزيد هنا واحد شويه ونشد بحال هما 6 العوينات. هذه هي الطريقه اللي ديرو. نشد هنا في الثوب ونرجع في هذا الخيط، غندير 6 العوينات. نضرب هذه الضربه الاولى، ملي نبغي نضرب الضربه الثانيه باش ما يتزداوش ليا هاد العوينات ملي نكون راجعه يجوني واضحين، كنديروا هذه الطريقه. نشد هنا في الخيط ونشد بالضفري هنا، غنغطي هذه العقده ونحط ضفري على هذا الخيط ونعقد
كتبقى لينا بلاصة عوينة. نعاود نشد هنا، ندير ضفري هنا، كنغطي هاد العقدة ونحط ضفري على الخيط ونعقد عليه. هاي كتبقى لينا عوينة باينة، ملي نكونو راجعين كنرجعو فيهم بسهولة. ها ثلاثة أربعة، غير تولفوا هاد الطريقة راه غديروها بالزربة. خمسة ها ستة، قبل ما نعقد هاد العقدة كنحط ضفري هنا على الخيط ونعقد عليه، كتبقى باينة العقيدة. صافي نشد هنا في هاد الراندة، نرجع في هاد العوينة تا هما باينين. غنضرب العوينة الأولى، الثانية، هاد العوينة الثالثة، غنقزها ونشد هنا في الرابعة. بحال ملي كيبقى يتشنتف لينا الخيط بحال هكا، نقطعو ليه هاد اللخر ديالو. صافي ونخدم هاد ثلاثة العوينات. بالنسبة لهنا خلينا ثلاثة الضربات، علاش؟ لحقاش هاد الضربة التالتة راه محسوباش، غنشد بيها هنا في التوب، محسوبين غير هادو. ها نتوما تيبقاو هنا واحد جوج، هنا واحد جوج، هاد الضربة راه هي اللي غنشد بيها هنا في التوب. المهم نرجع تاني، كيبقاو لينا ستة. هما باش بدينا كيبقاو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة. نشد هنا في هاد الراندة، رحنا طالعين مع هاد خمسة العوينات عوينة بعوينة. نضرب هنا جوج ضربات، واحد جوج، هاد العوينة ننقزها ونجي لهنا، نضربو هنا ثلاثة ضربات، نرجع معاهم. نشد في هاد العوينة، نخدم هاد جوج عوينات، واحد جوج، هاد العوينة نخليها ونجي لهنا، كنبقاو نقزو غير هاد العوينة نفسها. نشد هنا ثلاثة ضربات، قلنا هنايا راه جوجات بحال هنا، وهادي راه غنشد بيها في التوب. وخا يبانو ليكم هنا ثلاثة، راه القياس كيبقى لينا هو هو. نرجع عاوتاني في هاد العوينة، نعمرها بجوج، نخدم هاد جوج عوينات ونشد في هاد العوينة الرابعة، نخدم بنفس الطريقة، نضرب هاد جوج عوينات، هاد العوينة الثالثة غنقزها ونجي لهنا. نرجع مع السطر، ملي كنكونو راجعين كنخدمو عادي، نوصلو لهنا نعمرو بجوج، واحد ها جوج، نخدم هاد جوج عوينات، نشد هنا هاد العوينة الأخرى. صافي هادي هي العوينة الخامسة. دابا ملي غنبدا راجعة غنخدم العوينة الأولى، الثانية، وفي الثالثة غنزل هنا لهاد العوينة اللي مقابلة معاها. الخيط رانا درتو على شكل دائرة باش ندير واحد العقدة ديال الراندة، وغنخلي هاد العقدة ديال العوينة الأولى ونشد في هادي ونخلي هادي ونشد هنا. هانتوما كنخلي وحدة ونهز وحدة الخيط هنا. صافي ونعقد، هانتوما تجينا على شكل وريضة. نعقد هاد الضربة مزيان، نزيرها ونجي نكمل هاد السطر. كيبقاو لينا هنا ثلاثة، غنخدم هاد ثلاثة، واحد جوج، هاد ثلاثة، ونجي لهنا للتوب مقابلة مع هاد الوريضة ونشد. هانتو ها الوريضة ديالنا تجي لهاد الشكل. إلا بغينا نبدلو بحال هاكا الشكل ديال اللواية نديرو هاد الشكل تيجي زوين. صافي دابا نرجع مع هاد العوينات، كاينين خمسة كنخدمو خمسة، ها واحد
جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. نشد هنا في التوب، نعود نرجع مع هاد العوينات، نشد هنا في التوب، صافي. بالنسبة لهاد الخدمة هادي راه كنبقاو نخدمو الراندة عادية مسرحة، غنخدم واحد شوية ونرجع نوري لكم القياس شحال جاني ونعود معاكم وحدة إن شاء الله بحال هادي. هذا هو القياس أخواتي ديال الراندة مسرحة اللي خدمت، بقيت كنخدم حتى ولاو عندي هنا سبعة ضربات في التوب، خدمنا هنا سبعة وهنا سبعة، طلعت كملت هنا السابعة ونزلت. دابا بغي نعاودو نديرو وريدة بحال هادي، بهاد الوريدة هادي الطول ديالها فيها ستة العوينات. بالنسبة للأخوات المبتدئات اللي ما يعرفوش القياس ديال ستة غيديرو هاد الطريقة، غنشدو بحال هاكا ونتنيو التوب هنا تحت هاد الراندة، هاد الراندة راه فيها خمسة، غنزيدو قياس واحد الضربة ونشدو هنا في التوب، صافي. ملي نشدو هنا في التوب ما نزيروش هاد الخيط وما نرخيوش، نخليه بين وبين، غنضربو في هاد الخيط ست ضربات، نديرو نفس الطريقة، نحط ضفري عاد نعقد باش يبقى لنا القياس ديال ضربة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ها ستة. نشد هنا نرجع مع هاد الست العوينات، غنخدم الاولى، الثانيه، الثالثه ما غنخدمش فيها ونجي لهنا، نخدم في الرابعه، الخامسه، ها السادسه، نرجع مع هاد السطر، ملي نوصل لهاد العوينه نضرب جوج ضربات، نشد هنا في العوينة الثانية، نرجع مع هاد السطر نضرب جوج ضربات، ننقز هاد العوينة ونجي لهنا نخدم ثلاثة، واحد، جوج، هاد ثلاثة، ونرجع مع هاد السطر في هاد العوينة نعمر جوج، نشد هنا في العوينة الثالثة، نخدم هنا جوج عوينات، واحد، جوج، هاد العوينة الثالثة ننقزها ونجي لهنا. هنا قلت لكم من قبل كيجيونا هنا جوج ضربات وهنا ثلاثة، حقاش هاد الثالثة هي باش غنشد هنا، يعني غيبقاو هنا جوج وهنا جوج، واخا يبانو لكم هنا ثلاثة، وحدة راه كنشدو بها وكيبقاو جوج بحال هنا بحال هنا، صافي. نعمر هنا جوج، نخدم هاد جوج عوينات، نكمل بنفس الطريقة، نشد هنا في هاد العوينة ونرجع، هادي هي العوينة الأخرى. دابا غنرجع مع هاد السطر، غنخدم العوينة الأولى، الثانية، نقلب الخيط الفوق بحال اللي بغا نخدم هاد العوينة، ولكن نجي نزل هنا، هانتوما تنزلو لهاد العوينة اللي لتحت، نهز هادي، نشد هنا، نخلي هادي، ونهز هادي، ونخلي العوينة الأخرى، ونشد هنا، ونشد معايا حتى الخيط باش نعقد به، ونجمع، تنجمعو هاد الراندة تجينا على شكل وريضة، ونكمل هنا في هاد ثلاثة العوينات، نكمل فيهم الخدمة عادي، واحد، جوج، هاد ثلاثة، نجي لهنا للفوق، نطلق هاد الوريضة على قياس التوب، نشد هنا في التوب، صافي، ونرجع مع هاد العوينات، واحد،
جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. هاد الخيط راه تقاد، ندخلو هنا في التوب وغنركب خيط آخر. هانتوما أخواتي تجي على هاد الشكل، تجي زوينة. صافي أنا غنخدم واحد شوية ونرجع نوريلكم كيفاش نزوقو الوسط. هادي هي الراندة ديالنا تجي على هاد الشكل. هاد اللولة زوقتها حقا جات ناقصة واحد السطر مع البدية. غنبدا معاكم هنا، ثبتوا في الأول الحرير لتحت. هاد الحرير أنا درتو مبروم غير على جوج شعرات، إلا درنا على ثلاثة والخدمة على ثلاثة غيبان غليظ. نجيو لهنا هانتوما لهاد العوينة اللولة، غنبدا معاكم هاكا بالنسبه حتى اللي يلاه باديه يعرفوا باش ما يدوخكمش الزواق. خليو هاد العوينه الاولى، جيو لهنا الثانيه ونزلو مع هاد العوينات اللي في هاد السطر هذا نفسه. غتبقاو نازلين نازلين حتى لهاد العوينه الاخرى، دخلوا فيها البره وعاودوا طلعوا البره من العوينه اللي حدا هاد الاولى اللي خرجنا منها البره. هادي جيو للعوينه اللي فوقها وخرجوا من العوينه اللي حدا هادي. نجيو لهاد العوينه اللي فوقها ونخرجوا البره من هاد العوينه. نجيو لهاد العوينه اللي الفوق ونخرجوا البره من هنا. حنا درنا هاد النص، نرجعوا دابا نكملوا النص الاخر. غنزلو عاوتاني مع هاد العوينات اللي في هاد السطر، نجي لهاد العوينه وهنا غنمشي في هاد العوينات عاوتاني. نجي لهاد العوينه كنبقاو غاديين مع هاد السطر وهنا مع هاد السطر. وبالنسبه للقياس باش يجيكم هنا هاد الزواق مربع، ديروا هنا 7 ضربات في التوب. هنا راه مع هاد البديه هادي جاتني هادي ناقصه، حتى غنحلها ونعاود نزيد فيها. نكملوا صافي. الا عرفتوا تبداوها من الجنب بداوها، خفتوا تدوخكم بداوها من الوسط. خليوا العوينه الاولى وجيو للثانيه. ملي تخرجوا البره من العوينه الثانيه نزلوا مع هاد السطر كامل حتى الاخر، اخر عوينه دخلوا فيها البره صافي. ونمشيو مع العوينات اللي الفوق وهنا غنطلعوا مع هاد العوينات اللي في نفس السطر. نزلوا نديروا النص الاخر، ندوزو البره من التوب، نحاولو نشدو فواحد شويه التوب ونجيو عاوتاني لهنا بنفس الطريقه اخواتي. نكملو صافي اخواتي. هانتوما هذه هي الرانده تجي على هذا الشكل. الصراحه راها تجي زوينه وحتى الخدمه ديالها راه سهله. انا وريت لكم اخواتي الطريقه، غير تبعوا مع الفيديو راه سهله. بالنسبه للاخوات اللي بغى يخليوها بحال هكا كتبين يخليوها، واللي ما كيبغيوش بحال هكا شي حاجه تبان ليهم من التحت يدوروا غير هاد التوب اللي كاين لتحت بحال هكا. انا غنوري لكم راه لابد قبل ما نبداو كنا تنينا واحد شويه التوب. بالنسبه اللي ما كيبغيوش هكا تبقى تبين، حتى تسالي وشدوا هاد التوب اللي لتحت وزديوهم على اخر بحال هكا وكيتدرك تيجي على هاد الشكل. ملي كتسالي وكتنشبوا هاد التوب مع هاد التوب، هانتوما هذا هو التوب كتنشبوا بحال هكا. انا هنا التوب راه فيه الحاشيه، نتوما راه تقدر ما تكونش فيها الحاشيه بحال هكا، غير كتزديو بحال هكا بشي خيط وملي كيتصلح راه كيضغط صافي وما كيبقاش يبين. المهم اخواتي راه هذه هي الراندة، نتمنى تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. الا نسيت شي حاجه فكروني فيها نعاود نشرحها لكم. ما تنساونيش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب باش يوصل الفيديو للاخوات. واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندة مع ام نعمه. بارطاجيو اخواتي الفيديو باش يبقى يوصل للاخوات اللي باغيات يتعلموا. وشكرا لكم بزاف وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.